سياسي عبد الله احمد محمد ذهب وكم من المسؤولين تحسبه معارض كوطني وقار كم من الاربعين تقول هذا المجال هذا هرجيسا يا كهل حالة الدلكة يسقو دول استاجير جد لودري دقم ذا عيل فين قبل كاسي سنك هذا الكسو يرد الدلكة الصومالي ولا حيرد عشيد الصومال عن كتجيسا اسمها وضد عرق جابو تلمامين يستاجتي أبى شك سو يرد الدقم قبل الشيخين لقد يسوي مدحتي عصوب يسقو عرماني كهل هنا وحوري وده إن إنه مخني أنا تشرين ومالين با قولها صومالي أورقد إنه وصل صارس مدي هودو هو قاطه مدي حجيد كوا حنبتو مدي مردو بضع يدو نصدو كلاته مد أورقب الله ذي أكو حدو مد وحاسي إنه وصل عضه وح سياسة ذا أو سدان هرو شق نبي كي يلا نم بتشيران يعني وزارة دنا الرمة هدي بدنا عدلي جودي صارنتي وايو وحوية وح موضع ومان تكو عد إن حجيدي إن قرنك دوف لهيد استيار لهيد إن اللي في الصومالي أي أمر أركيده ومنطقة أنا كوردين جاي واحد كده شو أبتوع عدو ماشي يا لنا مشرتو أنت تفكت على في تاي أرن كانوا كلانا إن أي مرهرة كهول قلنا وحكي قبطان بيء هاي جدار سيرنتي ورقة قيملة ونسود ويننا أرن تنو أرن أذك أرنتي كان كان قات كاتي مركز طبيعي لا أجو أرن تأرن معقدة ما ولا بقى بيلو ولا لا أسكرير أسكملة oo wiiliyo iyo inankiisii ah oo inanay abti soo ah ayaa meesha ku dhimanaya wax dib loo la furdaamin kar waayo adag ma laakiin meesha aad aragto wax dhamaan waayo haajada dhamaan weeyday ama mid baa ka dhiman ama mid baa ku dheerada waxan qabaa een haajada waxba ku dheerada oo la raba mar walba in laga saaro loo baahan yahay een nimanka tagay waa nimankii een ilaa iyo een dibashisintii Soomaaliland joogay وحيالي دعي متقنا دباتوين كل عرسان دن شوقي ورجي حلي قضايات كواوين ومضى دحيا اللي مدني جا كريم كبا هاي دعي محكمة ذا أبي شوقي ولا أجا وقضية ده وحكو قاضي سعدي لوسي دايو سي شرف لوسي دايو ما أنا بيكون ده ما ينكرن لكن وحن كا أول والقبا أن كولا عقبا حكومة ضوي الرعضة إن الرعضة ما هين مركي حكومة دلود داي اللي يرسو قبط أرن كا وحبيك قبا كروين حكومته مر والبوح كل ديرات كانوا شيء جنوي واي واحد دريمسة هذا الدربابة مركي تجين علماء دي ماشة تجين يرجع وياه الكهدة حد على تجين سو دوين تيل الربي يجريه يهلك اللي تجين لها ينلشوا ديو ورجو إحنا جوسو قارئ إن أنا أدوري ونكسني فحوي محي حكومة دي كقبطها ملك قبطها وحوي فاسيل تجين حاجة جسوا وما دوح أصي ديارسوا وقعمها دتك أدوكت أو أي أي الدفن كي يدوسدو هذا ماشة هذا اللي علاش الله تجان دي هذا الميس عنس قبل شدة دمان وأختين ويتاجين هذا قبل شدة ويتاجين عشوره ولا قرا العقد ولا قرا العقد أنا مالك شدة قرمن العقد بدن بلا قرا وأذو بدن العقد أنا مشرت وضد ورنتها وحي أحد وضدي لهم وين أي هذا كي تاجنا ما أنت ولا قب يريه وحلا مرة جوارد إمرتها وضد كلو كير سهلا ويا نجح يبقى صعب حي بيه يبقى صعب قضي markii dambi kale saar waa lagu hagaajin waayay wax way wadadii wax yeelatay dhagax aan gaaro ku socon kareen iyadii baa laga beeray hadda waa halkay ka gaadhay yani dhib ku gaaray way go'day meelo badan waa jabeen wixii aynu hore u sameeyney ayaa baabaaya waxaasina wax way qorshe la'aan iyo farsamo la'aan way maanta wax loo baahan yahay wadadaana in la dul istaago culayskii lagu hayay mid ka daran la saaro oo si wanaagsan looga qabto inta dhiman wax looga qabto haduu Ilaahay yiraahdo saad sheegteen عشورها ولا قرا لكن عشورهاني ما لك كمان بقدر ده تكون عبشدود ويصير بطنسا عبشدود يا عبات كأي شيء دنيا الحكومة ده بشا هو يسعتي وإن مغليني لب لب قضب بيكلت هاي أرنتا مدحتو يده يهلك على قد سياه يده ده ورا إنه مقله أوفيشل ومقله ما مركان أوفيشل ومقله أيام واحد نكق قبل شيء جدا هدول هاي ده لكن أرنتا دوينها لا يريدوا كودي كوفيل عسبة الجورجيو إمك ملتري بحيسته arintaasii arin sax ma dadku waxa weeye wadanka sharciiga ka talaya xukun military ma dhulku military ma qabsan karo ciidan la soo diraana ma qabsan karo xaq uu ku qabsadaana ma laha waana dulmi dulmigana cid sameyn karta oo ma taqaan dalkani wuxuu ka dagaalamay waxa ay dulmi uu ka dagaalamay waxay ahayd dhul qof laga qaaday qof wax la yeelay dad lagu soo duulay dhibaatoas ahayd maanta tii oo kale tii cidina dul qaadan mayso koofid asna meel lagu ma qabsan karo wax kan lama lagu ma qabsan karo sharciiga ayaa sareeya oo la rabaa inuu sareeyo la rabaa Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa.